معاكم ايمن كتانة من جيبي مصر. في دايرة امان في كتير قوي مننا بيهملها، لو رجل عيلة اتحشرت ما بين الكابينة وما بين الباب او ما بين الكابينة وما بين الحيطة، هنعتبر دي رجل العيل. هنشوفوا ايه اللي ممكن يحصل لو دايرة الامان دي ملغية. يلا بينا نبتدي. بص الحركة دي، ده اللي هيحصل لو رجل عيل صغير اتحشرت، او لو حاجة اتحشرت، او لو واحد كبير اتحشر، ان الاسانسير نفسه مش هيقف ومش هيحس بايه اللي بيحصل. وللأسف في اكتر من فيديو موجودين على النت حوادث اطفال هي انتهى بيها المطاف للحتة المميتة دي. النهاردة احنا هنركب بس جزء صغير ما يتعداش 58 جنيه باللوازم بتاعته، بس هو مهم قوي 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 بالنسبة للأطفال، بالنسبة للكبار، بالنسبة للناس اللي لابسة، الناس اللي هي اللي بتلبس جلاليب او عبايات لو نكشت منها. يلا بينا نبتدي. بسم الله. القطعة دي هي المسؤولة عن وقوف الأسانسير. ده عتبة الاسانسير، احنا عارضين على شكلها كده، بس هي من تحت بتبقى كده سوستة وسوستة من الناحية التانية، وكنتك كنتك دوت سعره رخيص جدا، بس لو احتاجته او لو في حاجة حشرت في الكابينة الكنتك دوت بيبقى حاجة مهمة قوي. لو اتكسر ما تلغيهوش، حاول ان انت تغيره على طول، ولو مش شغال عندك شغله، لازم يشتغل الكونتاكت ده. بيشتغل دايما بتسريم على الصب بتاع الكابينه. في حاجه صغيره ركبتها، انت ملاحظ ان هو يا دوبك طلع حته صغيره بعد كده. تمام كده، على ما اظن الفكره وصلت، ان كنتاك العتب حاجه مهمه قوي وممكن تعمل لك مشكله كبيره. فحاول ان انت قطع صغيره تركبها، ما تحاولش ابدا ان انت تستهون بيها، لان هي ممكن تؤدي بحياه واحد، ممكن تسبب وفاه واحد، ممكن تسبب اصابات خطيره، ممكن تسبب مشاكل في الاسانسير نفسه. فكده احنا امورنا تمام، وتقريبا الرساله وصلت. وكان معكم ايمن كنتانة من جيبي مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.